السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم من جديد في هذا الفيديو. اليوم إن شاء الله رح ندخل في الوحدة تاع الميكانيك. درنا الأقمار والكواكب درسناهم فهمناهم بيها، واليوم إن شاء الله رح ندخل في الميكانيك رح نفهموهم ليه. ولكن كالعادة أنا في الدرس عندي لكم أول حاجة الملخص أهم الحوايج نركزوا عليهم في هذا الشيء، ومن بعد ننتقلوا للتمارين. قبل ما نبدا في الفيديو تاعي دائما وابدا ما ننساش نذكركم تابونيو لي في الانستغرام تاعي، كي مازالكم ما ابونيونيش ما ابونيونيش فيه، يعني ما دينيش ابوني فيه. ديروا لي ابوني في الانستغرام تاعي، بارطاجيوها لزملائكم كي يستافدوهم ايضا معاكم. كذلك ما تنساوش تشاركوا لي في القناه لكن مازالكم ما مشتركينش بالضغط على زر ابوني وتفعيل الجرس كي يصلكم اي جديد انزل لكم ان شاء الله فتره على فتره. ما تنساوش ديروا لي جيم الفيديو تاعي، تكومونتيو لي فيه اي سؤال، اي واحد عنده استفسار في مادتي الادب العربي والعلوم الفيزيائيه يكتب لي في الكومونتير. وكاينه حمله تاع الكومونتير ان شاء الله في شهر رمضان يعني ترجينا على الابواب، راح نجيب على جميع الاسئله تاعكم. نعم كذلك ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو لاصدقائكم كي يستافدوا هما كذلك معاكم في الحوايج اللي راح نقدمهم لكم ان شاء الله. ودركا نبداو على بركه الله. طبعا جبت لكم الملخص كيما راكم تشوفوا. تطور جملة ميكانيكية، دراسة حركة السقوط الشاقولي لجسم صلب في ماء في الويد اللي هو المائع. تعريف المائع، أول حاجة نقوم بتعريف المائع. هو كل جسم مادي يتميز بالقوى الضعيفة جدا بين مكوناته كالهواء والسائل. يعني المائع هذا هو عبارة على جسم مادي. الطلبة اللي ما يفهموش مصطلح المائع، هو جسم مادي يتميز بالقوة تاعو تكون ضعيفة جدا جدا بين المكونات تاعو، وهو الهواء والسائل. يعني عطينا مثال على المائع. القوى المؤثرة في جسم صلب S، يسقط شاقوليا في الهواء. عندما يسقط جسم صلب S في الهواء شاقوليا راح تأثر عليه قوى. يا ترى ما هي هذه القوى إلى آخره. كل جسم يسقط شاقوليا في الهواء يخضع لثلاثة قوى، هي الثقل، دافعة أرخميدس P، وقوة الاحتكاك F. أي جسم يتحرك يسقط شاقوليا في الهواء تأثر عليه ثلاث قوات، قوة الثقل وقوة دافعة أرخميدس وقوة الاحتكاك. قوة الثقل P، ما هي قوة الثقل P؟ هي قوة أو قوة شاقولية موجهة نحو الأسفل للأرض، تؤثر في مركز عطالة الجسم وشدتها ثابتة بجوار سطح الأرض. القوة الثقل P هي تكون قوة شاقولية متجهة نحو الأرض. هذه القوة موجهة نحو الأسفل تؤثر في مركز عطالة الجسم وشدتها تكون ثابتة، شدتها تكون ثابتة. تمثيل شعاع الثقل P وبيان تغيرات شدة الثقل خلال الزمن بجوار سطح الأرض. طبعا الثقل كي يعود الجسم يسقط في الأرض، الثقل راح تكون التمثيل تاعها بهذه الطريقة P. نتوما اكيد لازم ديروا او زد هذا والمسار لازم تمثلوه اللي هو رايح للاسفل، وفي التمرين حنتعرفوا عليه اكثر واكثر. المهم بي هذه الثقل تساوي ام في جي او رو في 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 جي. ما جبنا رو في الفي، علاه عوضنا ام بالرو في الفي؟ عوضناها من خلال قانون يقول لي رو تساوي ام على في. كي نخرجوا الام واش تساوي؟ ام تساوي لي رو في الفي، وبالتالي مرات في التمارين ما تكونش عندي الكتله ام يعطي لي الرو والفي، فراح نقول بي تساوي رو في 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 جي ونحسبوها. الجي اللي هي الجاذبيه والفي اللي هو اكيد الحجم، الام اللي هي الكتله. نعم دركا دافعة أرخميدس. دافعة أرخميدس
هي قوة شاقولية كذلك موجهة نحو الأعلى، ديما نمثلوها للأعلى، جامي تكون دافعة أرخميدس للأسفل. ردوا بالك ركزوا مليح، تمثيل تاعها تمثيل قوة تاع دافعة أرخميدس تكون ديما نحو الأعلى، جامي كانت نحو الأسفل. الثقل اللي ديما الأسفل، ولكن أرخميدس العكس تاع الثقل تكون الأعلى. تؤثر في مركز عطالة الجسم كذلك المغمور في المائع كالهواء السوائل، وشدتها ثابتة بجوار سطح الأرض. هي كذلك شدتها راح تكون ثابتة. نعم، درك تمثيل هذه أرخميدس وتغيراتها خلال الزمن. عندنا تكون ثابتة أكيد، طبعا كما قلت لكم ثابتة هي كما راكم تشوفوا في البيان ثابتة وتكون ديما للأعلى. الجسم هاهم الأول الزاد، يعني الجسم جاي راح يسقط للأسفل، هي تكون مدوها الأعلى تكون ديما في الأعلى. بي تساوي إم فتحة في جي، الإم فتحة كما قلت لكم هي الرو فتحة في في فتحة في جي، حيث الرو فتحة تساوي إم فتحة على في فتحة، والإم فتحة تساوي رو فتحة في في فتحة، وبالتالي نقدر نحسبوها كذلك بالقانون هذا كما راكم تشوفوا. دركا نروحوا للشي الثاني، قوة الاحتكاك F بين الجسم والمائع. هي قوة ضعيفة مقاومة أو كابحة لحركة الجسم داخل المائع كالهواء أو السوائل، وجهتها معاكسة لجهة حركة الجسم وشدتها مرتبطة بسرعة الجسم. يعني الاحتكاك اللي تكون بين الجسم والمائع اللي هو الهواء والسوائل الى اخره، هي قوة تكون ضعيفة المقاومة تاعها او كادحة لحركة الجسم، تقاوم حركة تاع الجسم. الجهة تاعها تكون عكس جهة الحركة، اللي كانت الحركة للاسفل تكون هي للاعلى، كانت الحركة للاعلى تكون هي للاسفل، وشدتها مرتبطة بسرعة الجسم كما راكم تشوفوا. راح ندير لكم هنايا، نعم تبان كما راكم تشوفوا هنا الجسم طالع الفوق من الاول للزاد الفوق، الاف كانت لتحت عكس جهة الحركة، وهذه الفي السرعة، هذه حالة الصعود. في حالة الصعود كما راكم تشوفوا الاف تكون عكس جهة الحركة. دركا نشوفوا ستنا فرضية واحد، الفرضية الاولى لقوة الاحتكاك اف، قوة الاحتكاك بين الجسم والمائع تتناسب طرديا مع السرعة وتعطى بالعلاقة التالية F تساوي K في V الشدة، وفي الشعاع F تساوي ناقص K في V الشعاع. K هو معامل الاحتكاك وهو ثابت يميز طبقة طبيعة المائع، عفوا معامل الاحتكاك K هو ثابت يميز طبيعة المائع اللي عندنا، وهذه الرو هذه الصغيرة تجيب هذا الشكل كما راكم تشوفوا، هي معامل اللزوجة المائع، معامل اللزوجة تاع المائع تاعنا. نعم، معامل اللزوجة تاع المائع. الار هو نصف قطر الجسم الكروي، والكا هذا عنده قانون تاعو يساوي 6 في بي في معامل اللزوجة ميو، هذا ولا كيفاش اسمه، في الار نصف القطر. الكا معامل الاحتكاك. نعم، كل المعلومات السابقة من اجل السرعات الضعيفة، نحن هنا قد ندوسو في السرعات الضعيفة. دوك السرعات الكبيرة لقوة الاحتكاك F، قوة الاحتكاك F بين الجسم والمائع تتناسب طردا مع مربع السرعة وتعطى بالعبارة التالية، في السرعات الكبيرة F تساوي K في V مربع، حيث F في الشعاع دي في الشدة، في الشعاع F في الشعاع تساوي هنا عم ناقص K في V مربع، حيث ال K يساوي لي 0.22 بي في رو في R مربع الرو تاع المائع كما رانا نشوفو شكله المنحنيات. نحطها من الكام هكا، منحنيات تاع الاف وتاع السرعه.
بهذا قد نكون انهينا الفيديو تاع اليوم. نتمنى تكونوا استفدتي وفهمتي بعض الافكار في الميكانيك في السقوط الشاقولي. ان شاء الله الفيديو الجاي راح ندخلوا في اول تمرين ونفهموا افكار جديده وكيفاه نوظفوا المعطيات يعني تاع الملخص هذا في التمارين كيفاه كي نطبقوهم. مني ليكم اكبر تحيه، ما تنساوش تشاركوا لي في القناه على دعمني اكثر واستمرار لي اكثر معاكم، وتكومونتيو لي كيما قلت لكم، ونقول لكم بون كوراج للجميع. شوفوني في الفيديو القادم ان شاء الله. سلام. Thank you.